الحمد لله رب العالمين القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الصلاة والسلام على رسول الله القائل من لم يسأل الله يغضب عليه أما بعد فإن مركز الاعتصام للتسجيلات والمجموعات الإسلامية بقماسي دولة غانا تقدم لكم سلسلة ثالثة من العدئية والتي بعنوان مناجاة الأبرار وبالصوت الشيخ فيصل عبد الحميد أيده الله جعلني الله وإياكم في الفردوس العالى إنه سميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الدائم ولا دائم سواك أنت الباقي ولا باقي غيرك سبحان الدائم الذي لا يلحق فناء سبحانك يا ولي الصالحين سبحانك يا أمان الخائفين يا مجيب الدعوة المضطرين يا ذخر المقدمين يا كنز المساكين يا غياث المستغيثين يا قاضي حوائج الفقراء المساكين يا قاضي حوائج الفقراء المساكين سبحانك يا منتهى أمل الآمنين ويا غاية سؤل السائلين ويا أمل طلبة الطالبين ويا أغنى رغبة الراغبين ها نحن ببابك واكفون ولأفوك ورحمتك متورطون وبحبلك الشديد معتصمون وبأروة الأسقى مستمسكون إلهنا 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 يا الله لا تضل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا حقا ضائعا إلا أعدته ولا مريضا أو محسودا أو معيونا أو ممصوصا أو مسهورا أو مسحورا إلا شفيته ولا شرا دخل أجسادنا إلا أخرجته وأبعدته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا والدا إلا أفسته ولا ولدا إلا أصلحته ولا أيما إلا زوجته ولا عقيما إلا بذريته
صالية رزقته أصبحنا وأمسينا بالله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس شيء منه ممتنعا وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبأسماء الله الحسنى كلها شياطين الإنس والجن نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يطقى اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلينا الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا وإنا أذلاء وإنا فقراء فأغننا اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون ومن هجوم البلاء ومن شر القضاء ومن موت الفجأة ومن شر البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا رب العالمين يا اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده يا خير الناصرين يا عزيز يا مقتدر انتصر لعبادك المؤمنين فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك سيدنا محمد صلى الله
وسلم وليس لها من دونك كاشفة. اللهم أنت الرزاق ذو القوة المتين وأنت خير الرازقين ترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك رزقك ما له من نفاد بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء تختص برحمتك من تشاء وأنت ذو الفضل العظيم. اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. رب أئنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر هدانا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك طائعين إليك مخبتين إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وسلل سخيمة قلوبنا وسدد ألسنتنا وسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر.
اللهم إنا نسألك من خير ما تجيء به الرياح، ونعوذ بك من شر ما تجيء به الرياح. يا سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت رب العالمين، لك الحمد في الأولى والآخرة، أحي قلوبنا بالإيمان، وأطلق ألسنتنا بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحيم. اللهم اجعلنا شاكرين، واجعلنا صابرين، واجعلنا في أعيننا صغارا وفي أعين الناس كبارا. اللهم اغفر لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم يا أرحم الراحمين. برحمتك نستغيث، فأغثنا وأبدل سيئاتنا حسنات، يا سلام سلمنا من كل أمر في حياتنا ويوم نموت، يا سلام سلمنا ويوم نموت ونبعث أحياء. ربنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة، فأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم يا طيب الثناء ويا عظيم الأسماء، اللهم إنا نسألك باسمك الله وبأسمائك الحسنى وبأننا نعلم أن الله على كل شيء قدير،
ينسى من ذكره ولا يضيع أجر من شكره. إلهنا إذا رفعتنا فمن ذا الذي يذلنا، وإذا أذللتنا فمن ذا الذي يرفعنا. يا إلهنا اجعلنا فوق أعدائنا وحسادنا وخصمائنا كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وكلة حيلتنا وحواننا على الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وأواننا على الناس برحمتك يا رب العالمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تقلنا يا الله؟ إلى من تقلنا يا ديان؟ إلى من تقلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أو إلى عدو ملكته أمرنا؟ غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسو لنا من ذنوبنا. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يهل بنا سخطك أو ينزل علينا عذابك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحمن. من لنا سواك إذا دعونا أجابنا من كل باب. يا رحمن من لنا سواك إذا دعونا أجابنا من كل باب. يا من لنا سواك وكل ما فوق التراب تراب. يا قوي من لنا سواك وأين نذهب؟ دلنا أين الذهاب. يا تواب من لنا سواك ولنا ذنوب كالجبال مها العظام. يا تواب
من لنا سواك ولنا ذنوب كالجبال مع العظام يا غفار من لنا سواك ولنا خطايا مثل الذرات التراب يا ستار من لنا سواك إذا القبور بعثرت فوق التراب يا قهار من لنا سواك إذا الجبال سيرت مثل السهاب يا شفيع من لنا سواك إذا الجحيم سعرت بلظى العذاب يا عفو من لنا سواك إذا نصبت موازين الحساب يا غفور من لنا سواك وأنت يسرت المتاب وأساك ربنا ترضى عن عبد جفا فوق التراب ضاقت به الدنيا فجاءك تائبا مما أصاب سبحانك اللهم يا من عنده حسن الثواب اقبل دعاءنا اقبل رجاءنا وأهلنا به حسن المآب أنت الكريم أنت غفار الذنوب لمن أناب إلهنا كم من قبيح سترته وكم من فلاح جميل لسنا أهلا له نشرته إلهنا إن رأينا ذنوبنا فذعنا وإن رأينا كرمك طمعنا فإن عفوت فأنت خير راحم وإن عذبت فغير ظالم ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا يا ستار العيوب ويا غفار الذنوب ويا علام الغيوب تغفر الذنوب بكرمك وتغفر الإساءة بحلمك إلهنا أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم يا نور النور تنور بالنور والنور في نور نورك يا نور اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد الله أكبر الله مما نخاف ونهذر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت هي القيوم
فغم المغمومين. سبحانك يا رب العالمين، لك الملك ولك الحمد، وأنت حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا جابر كل كثير، ويا مونس كل وحيد، ويا صاحب كل غريب، ويا ميسر كل عسير، يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، وأنت على ما تشاء قدير. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جمعت بين الروح والجسد. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، وأنت ذو الفضل العظيم. يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا شاهد كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا قديم الإحسان، يا دائم المعروف، يا من لا غنى بشيء عنه، ولا بد لكل شيء منه، يا من رزق كل شيء عليه، يا باسط اليدين بالعطايا، يا باسط اليدين بالعطايا، يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا هنان يا منان، يا هنان يا منان، يا رب يا رحمن يا مستعان، يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، وأنت ربنا أكرم ذو الجلال والإكرام، أعطنا من خير ما أعطيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أطاع أن تحب وترضى.
أطاع أن تحبه وترضاه وأنت ضاهك إلينا وراض عنا أطاعا عظيما أطاع الخير ممنون أطاع أهل التقوى وأهل المغفرة إلهنا وقف السائلون ببابك صاموا شهرك وسمعوا تلاوتك كتابك منة منك وتكرما كما مننت عليهم بذلك اللهم فمن علينا وعليهم بالقبول والإجابة برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إن عذبتنا فمن الذي يرحمنا إلهنا إن تركتنا فمن الذي يؤوينا إلهنا فمن الذي يقربنا أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار ورقاب وإخواننا وأخواتنا ومشائخنا ومن له حق علينا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا الله تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر من المقبولين وفي ليلة القدر من الفائزين وعلى الصراط عابرين وفي الجنة منعمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا الشهر ومن بركات هذه الليلة ومن بركات ليلة القدر اللهم أنزل من بركاتها على أهل القبور في قبورهم وعلى أهل السجود من الصالحين في سجودهم اللهم أنزل
على والدينا. اللهم أنذر من بركاتها على والدينا. اللهم أنذر من بركاتها على والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا مولانا ممن يقرأ فيرقى، ولا تجعلنا يا مولانا ممن يقرأ فيشقى، وأذلنا يوم القيامة تحت ذل من كملته خلقا وخلقا. يا رب العالمين، اللهم يا عظيم العظماء، يا باسط الأرض ويا رافع السماء، اجعلنا من صالح أمته صلى الله عليه وسلم المؤمنين العاملين بكتابك وسنته يا غفار. هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا عملنا ظاهر بين يديك. أموتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسرنا إلا عفوك، فاعف عنا عفوا كاملا شاملا يا رب العالمين. اللهم إياك نسأل فلا تخيبنا، وببابك نكف فلا تطردنا، وبحب نبيك صلى الله عليه وسلم نتشفع فاقبلنا، وببابك نكف فلا تطردنا، وبحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نتشفع فاقبلنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأجرنا من عقوبتك ونيرانك، واجعل مالنا إلى الجنة. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأذمنة مديدة. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وغفرت ذلله وإجرامه. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في رمضان وفي غير رمضان. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف الأرض عليك ظل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من قربات يوم القيامة، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة والمجرمين. اللهم وأنت
فأسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا من الآمنين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفار، اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وفارقنا الأهل والأصحاب، وواجهنا الحساب، وحيل بيننا وبين العمل. اللهم إنا نسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر العظيم المحتوم في ليلة القدر ومن القضاء الذي لا يرد ويبدل أن تكتبنا من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم. اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم قنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن، حتى لا يكون له علينا سلطان. ربنا إننا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك نعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول أبدا. اللهم يا الدعاء يا قريب مجيب، اللهم
السهرة والمشعوذين. اللهم عليك بأعدائنا من السهرة والمشعوذين. اللهم عليك بأعدائنا من السهرة والمشعوذين. اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم آذوا البلاد والعباد. اللهم إنهم آذوا البلاد والعباد وفرقوا بين المرء وزوجه. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم آذوا البلاد والعباد وفرقوا بين المرء وزوجه. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارزقنا سلامة الصدر من الحسد حتى لا نحصد آدم من خلقك على شيء من فضلك. اللهم إنا نعوذ بك مما ليكون علينا فتنة ومن ولد يكون علينا وبالا ومن امرأة السوء تقرب الشيب قبل المشيب. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله عدا العادون وجاءوا ورجون الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا مسهل الصعب الشديد ويا ملين قسوة الحديد ويا موجب الأمرين الوعد والوعيد ويا من هو كل يوم
شأن وأمر جديد. أخرجنا من حلق الكرب والضيق إلى أوسع الفرج وأبلج الطريق. بك ندفع ما يضيق وما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الإخلاص يا رحمن، ونعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من الصمع. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لك، ليس لأحد فيها عذر ولا نصيب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقطع دابر الفساد والمفسدين في بلدنا هذا خاصة وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نموت في طلب الدنيا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقيل الجبال وعدد قطر الأمطار. اجعل خير أمورنا أواخرة وخير أعمالنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ برب البيت من الكفر والفقر ومن عذاب القبر وضيق الصدر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات،
اللهم توفنا مسلمين وأهينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خفايا ولا مفتونين اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على شوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبنا أجوهنا وإليك يا رب مددنا أيدينا فبإزتك استجب لنا دعاءنا وبلغنا منانا ولا تقطع من فضلك رجاءنا واخفنا شر الجن والإنس من أعدائنا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا دعاء فإنك فعال لما تشاء يا عالم لا يعلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعوت فمن يلبيني تراه سواك وليس لي إلا إله ومن ذا سوف ينجدني عساه وهذا القلب أغرقه هواه
إذا ما مسني في البحر ضر وعي شكواي كل الناس تاهو وأضحى الموج يلطمني تباعا فمن يحمي فؤادي من أذاه إذا ضل الطريق فتى بفج ومنه الصوت يتبعه صداه وغشاه بطول الدرب ليل وبدر دجاه يعرف كم بكاه تطارده بوحشته وحوش ووحشته بغير الوحش آه ونادى يا إله العرش لطفا بعبد ضل ليلا عن هداه فأرشده فمن إلاك يهدي وينقذ عبده مما دهاه وفي الصحراء ذو ظمأ يناجي قريبا ليس يسقيه سواه فمن نصب يئن ومن هجير وقد جفت بجرته المياه فمن يا رب يمطره بغيث ليشفيه وغيرك ما رواه دعاك إلهنا عبد فقير يقر بكل ما اكتسبت يداه فحرر قلبه من سجن ذنب ويا رب الورى حقق مناه. What an awesome and splendid presentation from the pure heart of the servant of God. You just heard it. You just saw it. It has been well presented. It has been humbly presented, recited, promulgated, also written and presented. You can see it clearly to help those who cannot see to hear, who cannot hear and they can see to see, and who can read to read through the screen. Why don't you also let your brother get this? How are we going to do it? Meaning, don't copyright. Seek the cassette or the CD or the book from the source. And we've told you from the beginning, the reciter, the presenter, the promulgator is the manager of the center. The center can be located at Sawama Station in Kumasi. So if you want copies to also share and even sell, rush to this number. Please be a righteous Muslim for Allah subhanahu wa ta'ala to also be pleased with you. And the numbers are as follows: 0266 599506. I repeat, 0266 599506. Then we go to another number. That one is Airtel, and this one is, the one coming is MTN, 0245210417. I repeat, 0202452104 17. May Allah subhanahu wa ta'ala guard and guide us. May Allah subhanahu wa ta'ala deliver us. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us salvation. May Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.